مشاهدينا تعودنا كل سبت نعرف كيف عم تكون أحوال الطقس بمحافظتنا السورية، لهيك خلونا ننتقل مباشرة لاتصال هاتفي معنا عبر الاتصال الأستاذ حسان الجردي. صباح الخير أستاذ. صباح الخيرات، يسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني مع بداية كل أسبوع لابد أنه نعرف كيف عم تكون أحوال الطقس بمحافظاتنا السورية ودرجات الحرارة، خصوصا أنه عم نلاحظ اليوم انخفاض بدرجات الحرارة. خبرنا كيف رح تكون الأوضاع بشكل عام بالأيام القادمة. يكرم عينك، بداية صباح الخير من جديد إليك للأخبارية السورية. شهر أيلول يعني بداية موفقة لشهر أيلول، حتى شهر آب مركزية فصل الصيف لهذه السنة، ودعتنا بأجواء كانت معتدلة إلى أجواء صيفية عادية بأغلب المناطق، وانخفاض بدرجات الحرارة. المنخفض الجوي اللي أثر على منطقة شرق المتوسط عم يستمر تأثيره خلال اليومين القادمين، ومركزه كان فوق البحر الأسود، بحيث تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة. المنخفض الجوي اللي أثر علينا أدى إلى هطولات مطرية بالمنطقة الساحلية بأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية. الهطولات المطرية كانت عشوائية الحدوث وخفيفة وعلى شكل زخات من المطر. يستمر تأثير هذا المنخفض مثل ما ذكرت خلال اليومين القادمين، درجات الحرارة بتضل حول معدلاتها وأعلى بقليل في أغلب المناطق باستثناء المناطق الجبلية والأماكن العالية، لربما تكون درجات الحرارة أدنى من المعدل بدرجة. أجواء صيفية معتدلة بمختلف المناطق والأجواء بشكل عام بين الصحوة والغائمة جزئيا، مع استمرار أو صلصالهات الزخات محلية من المطر المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الجنوبية. تتصف هذه الزخات على أنها تحدث بشكل عشوائي، أجواء سدنية مضرة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبالية. خلال ساعات الليل عم تكون الأجواء معتدلة بشكل عام ومائلة للبرودة بالمرتفعات الجبلية مع ارتفاع الرطوبة خاصة بالمناطق الغربية والساحلية. احتمال لتشكل ضباب خفيف خلال ساعات الصباح الباكر بالمرتفعات الساحلية والأجزاء من المنطقة الوسطى. الرياح بشكل عام عم تكون غربية إلى جنوبية غربية بأغلب المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 65 كيلومتر بالساعة خاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية، تثير الغبار بأغلب المناطق. البحر عم يكون متوسط ارتفاع الموج وعم يتجاوز ارتفاع بعض الأحيان 1.5 متر، ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون بحدود 29 درجة مئوية. تستمر هذه الأجواء خلال هدول اليومين، نهار اليوم وبكرة، وتأثير هذا المنخفض بدل يستمر معنا حتى منتصف هذا الأسبوع يوم الاثنين، مع استمرار فرصة الهطول المطري خصوصا بأجزاء من المنطقة الساحلية. تعود درجات الحرارة للارتفاع وتعود الأجواء للاستقرار من جديد اعتبارا من يوم الاثنين، بحيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وتستمر لتصبح الحرارات أعلى من معدلاتها نهاية الأسبوع بنحو 2-4 درجات مئوية. أجواء صيفية مستقرة حارة نسبيا بشكل عام إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الساحلية، مع استمرار مثل ما ذكرت فرصة الهطول المطري ولكن على شكل زخات خفيفة من المطر يوم الاثنين فقط. والمناطق الشرقية والجزيرة والبالية تبقى الأجواء فيها سدنية مغبرة وحارة. خلال ساعات الليل تبقى الأجواء معتدلة بشكل عام وأكثر اعتدالا ولطافة بالمرتفعات الجبلية، منطقة القلمون المرتفعات الساحلية، مع نسبة رطوبة عالية بالمناطق الغربية والمنطقة الساحلية. تأثير الرطوبة خلال هدول اليومين وخلال هذا الأسبوع مع الانخفاض بدرجات الحرارة يكون تأثيره ينخفض بمختلف المناطق، وخاصة تبقى درجات الحرارة قريبة ما بين درجة الحرارة المتوقعة والمحسوسة في مختلف المناطق نتيجة الانخفاض والبرودة بشكل عام خلال هذا الأسبوع. أجواء خلال هذا الأسبوع رح تكون أجواء صيفية عادية إلى أجواء صيفية حارة نسبيا، نهاية الأسبوع تصبح الأجواء حارة فقط في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ودرجات حرارة نهاية الأسبوع تكون أعلى من المعدل بنحو 2-4 درجات مئوية، مع استمرار فرصة الهطول المطري أيام السبت والأحد والاثنين، تضعف يوم الاثنين وتبقى فقط بأجزاء من المنطقة الساحلية. التحذيرات اللي دائما نحن بنوجهها هي فقط عدم التعرض لأشعة الشمس نهاية الأسبوع تحديدا أيام الأربعاء والخميس خلال ساعات الذروة بشكل مباشر، والأشخاص اللي بيتأثروا أكثر هم كبار السن والأطفال. أما درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 33/18، القنيطرة 27/16، القلمون المرتفعات الجبلية 25/14، درعا 32/18، سويداء 28/17، المنطقة الوسطى 5/29/22، حماة 32/21، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة
37 25 الساحل السوري اللاذقية طرطوس 30 26 بالشمال حلب 34 23 إدلب 31 22 الدور الرقة المكمل للمنطقة الشرقية 38 24 وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 35 22. شكرا كثير لك استاذ حسان الجردي لانك دائما بتوافينا بكل التفاصيل عن احوال التقسيم.